حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ساعة نقاش. كثيرا ما تساءل المهتمون والمتابعون عن سبب عدم توحيد المناهج الدراسية في الوطن العربي. بعض المتابعين يرى أنه رغم عدم وجود خلافات سياسية بين المواد العلمية التي تدرس، فإن البرامج التشريعية بينها العديد من التباينات بسبب اختلاف المذاهب الفقهية التي تعتمدها الدول العربية وتراكمات الاختلافات عبر تاريخ الأمة. ففي الوقت الذي تعتمد فيه بعض دول المشرق العربي المذهب الحنبلي، فإن كل الدول المغاربية مثلا تعتمد المذهب المالكي. سؤال آخر يتعلق بقدرة المناهج المدرسية في المؤسسات الدينية على احتواء ما بات يعرف بالتطرف. إشكاليات متعددة مرتبطة بالمنهج الدراسي الذي يشكل العمود الفقري لبناء وتنمية الإنسان العربي. لنقاش هذا الموضوع يسعدني أن أستضيف لكم الدكتور سلمى الطالب عبيدي، باحث في القضايا الإسلامية، والدكتور الشيخ أحمد ولدادة، باحث في التاريخ المعاصر. أهلا بكما ضيفي الكريمين. لو بدأت معك دكتور سلمى، أي علاقة بين المناهج التعليمية في الوطن العربي وبين الاختلاف الذي يشكل ظاهرة تباين كبيرة بين مكونات الفكر العربي المعاصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أشكركم على هذه الاستضافة الطيبة. ونحن في أجواء قمة الأمل ونواكشوط عاصمة العرب، لا يمكن إلا أن نمر بهذه القمة وأن نثمن هذه اللحظة التاريخية التي انتظرناها فعلا. فهو كما قال رئيس الجمهورية تحدي وقبلناه. أنا أضيف أنه كذلك صعب قبلنا أن نركبه، كذلك صعب ركبناه ورهان سنكسبه إن شاء الله تعالى. نرحب بضيوفنا وستزدان بهم العاصمة لا محالة، ولسان حالنا هو لسان حال الشاعر الموريتاني والشعيب في أبياته الحماسية. لا 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 لكن لا بأس، مرحبين بهم، لا بأس، لا بأس، لا بأس أن نرحب بهم، لأن في الحقيقة الترحيب بهم لازم. ألا من مبلغ عنا سوانا بأننا خير من أعطى وصانا، وأننا خير نسل بني معد وأكرمهم وأفصحهم لسانا، وأننا إذ نقول فإن قولا قصي الصدق قد سحر البيانا. كرام من كرام من كرام لآلئ في سوار قد كسانا، تفيض الأرض إن شئنا ثمارا وتمطر حين نغمرها سمانا. بلاد الله أجمعها أضاءت بنا حقبا، وقد شرفت مكانا، سل الأدغال في السمراء عنا، وكيف يزيل وحشتها قرانا، فنحن حماة دين الله فيها. لا أخي دكتور، ونحن بنات هذا اللحن الموريتاني. أنا كنت نبدأ لك بعض الشيء فطاح لأن الشعراء هذا اللحن الموريتاني. حنين شوي، حنين شوي، ليتعرف إن شاء الله. طالعين ندخل في الموضوع. ونحن بنات عزتها زمانا، ونحن الحاملون سيوف علم، ونحن الرابحون بها الطعانة، ونحن الراكبون ذرة التحدي، نحول كل مغفرة جنانا. إذا كنت أريد ذرة التحدي، فهذه القمة تحدي. تمام. ونحن قبلناه بإذن الله تعالى، وهذا قاع كامل بالتان الله الموريتان، مدح الموريتانيين بإذن الله تعالى، لأن إن شاء الله تعالى نعود عند التحدي. فيما يتعلق بإشكالية المناهج الدراسية، المناهج الدراسية والحقيقة أن الحلقة في البداية كانت في ضوء القمة العربية، وهذا الذي أدى بي إلى هذه المقدمة التي لا بد منها. الطللية لا بد من الطللية، لأن الوطن يستحق علينا ونحن نستضيف كذلك إخوة. فيما يتعلق بأهمية التعليم بصفة عامة، هذه مسألة لم تعد مطروحة للنقاش. فالتجارب الدولية الآن الحديثة والدول المعاصرة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن التعليم هو مفتاح التقدم. تمام. فالدول التي يعني تعطي مكانة للتعليم هذه هي الدول المتقدمة الآن. ولا نستغرب إطلاقا إذا رأينا أن الدول المتقدمة كذلك تصر أن تضع التعليم دائما في سلم أولوياتها وأن تنفق عليه أكثر. فالدول الأكثر إنفاقا على التعليم هي الدول المتقدمة في العالم. إذا أردنا أن نتحدث عن التعليم في عالمنا العربي فهو يترنح، مع أن الإحصائيات تؤكد، إحصائيات البنك الدولي، إحصائيات المنظمات المهتمة بالتعليم بصفة عامة، تؤكد أن التعليم في العالم العربي أنه يشهد إنفاق في الدول، يعني من بالنسبة للميزانيات العامة للدول، تعليم الصحة أنه يشهد، نعم يشهد
مرحلة صعودية. نعم، لا سيما مثلا نحن عندنا قبل سنة 1980 كانت في أعلى الدول التي العربية المنفقة على التعليم دول المغرب العربي بما فيها موريتانيا بالإضافة إلى مصر. نعم، بعد ذلك بعد سنة 1980 حدثت النهضة تعليمية لا بأس بها كذلك في دول الخليج، وبدأت هذا أنا أرى الآن أتكلم عن من حيث الميزانية بالنسبة لميزانية التعليم. مع ذلك المشكلة التي نعاني منها أننا نتحدث عن 60 مليون أمي في العالم العربي، أي ما يناهز 43%، هذا رقم كذلك مهول. إذن ما الذي جرى؟ لماذا الأمية ونحن ننفق على التعليم؟ هي حقيقة 16% نسبة الأمية في الوطن العربي 16 إلى 15. العالم العربي 350 مليون. أنا أقول 66، يعني 60 مليون في العالم العربي أمي. من أصل 350 مليون. معقول، الله أعلم. المهم أن في أن هذه النسبة نسبة كبيرة فعلا. يعني باختصار دكتور نسبة كبيرة. نسبة كبيرة. نسبة كبيرة. هذه النسبة إذا أردنا أن نفكك لماذا سنجد أن القضية عائدة إلى هذا العنصر الذي سنتحدث عنه وهو مناهج التعليم. أن مناهج التعليم في العالم العربي لا تواكب العصر الذي تعيشه الذي نعيشه. تماما، توسعوا في الفكرة. أهلا بك دكتور الشيخ أحمدو، لعاد ثم طالعة بما أنه وقال قصيدة مولي لعتب بتحيي بها الضيوف العرب. نفس السؤال، قضية المناهج الدراسية وضعف المحتوى وضعف الإنفاق. تأصيل. شكرا للقناة وأهلا بضيوفنا العرب. بالحقيقة ما قاله الزميل صحيح، لكن سنبدأ من حيث انتهى. المناهج التعليمية العربية الحديث عنها لابد أن نتحدث عن الظروف التي ظهرت فيها المناهج العربية. الدول العربية حديثة العهد بالاستقلال فترة الخمسينات والستينات وبنت مناهجها الدراسية سواء تعلق الأمر بالجامعات أو في تخصصات أخرى على مناهج دخيلة ليست مناهج أصيلة في التراث العربي الإسلامي، وبالتالي حدث نوع من الانفصام ونوع من القطيعة بين التراث العربي الإسلامي القديم وبين التأصيل لهذه المناهج الجديدة. وبالتالي كانت أزمة التعليم في الوطن العربي وفي الدول العربية بصورة عامة حاصلة عن عدم التوافق بين الأصالة العربية الإسلامية مع المناهج التي اتخذتها هذه الدول، وبالتالي أحدثت نوعا من القطيعة مع المنهج. نقطة ثانية في هذا الموضوع أن المناهج العربية منذ تأسيس الجامعة العربية 22 مارس 1945 لم تكن موحدة لا في المنهج ولا في الخطط ولا في الأهداف، وبالتالي أنتجت لنا مناهج متعددة. فلكل دولة يمكن أن نتحدث عن منهج بالرقم الوجودي منهجين، مناهج في الدول المغرب العربي ومناهج في الدول المشرقية، هناك الأنجلوساكسونية وهناك الفرنكفونية. لكن الدول العربية نتيجة للفشل في التنمية أحدثت لنا أو أنتجت لنا منهجا جديدا، لا يمكن أن نقول أنه منهج حداثي ومنهج تقليدي، وبالتالي تفاوتت داخل الدولة العربية الواحدة في هذه المناهج. منذ الألفية 2000 ونتيجة البرامج التي وضعتها المنظمة المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو، ونتيجة للحكم الرشيد والحكامة التي أصبحت منهجا سياسي واقتصادي في العالم، أصبحت الدول العربية مضطرة أن تواكب الأنظمة التربوية في العالم. وما حصل عنه إصلاح، ما حصل عنه على الصح إصلاحات تربوية في جميع الدول العربية بصورة عامة، لكن بقي العامل المادي والعامل الأساسي الذي بقي كهاجس تطبيق هذه البرامج. فنجد مثلا في بلادنا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية أنه في سنة 1999 حدث آخر إصلاح تربوي، وهذا الإصلاح هو رابع إصلاح، وبالتالي حاول أن يجيب على معظم الأسئلة التي ذكر الزميلي مشكورا أنها أسئلة تحدي للتعليم، وبالتالي هذه الأسئلة لا تزال مطروحة رغم تجاوزنا الكثير من هذه الإشكالات، والتي من أهمها تشييد الصرح الجامعي الذي شيد مؤخرا والذي إن كان يدل على يدل على أن هنالك رحلة علمية تحاول أن تمنهج أو تضع منهاجا للتعليم في موريتانيا. تماما، سأعود إليك بعد أن أسأل ضيفي الدكتور يسلمو. رأي لك عندي طلعة مولي لعت ما أجبرتها عندي أنا عمرك مستفتي لين تخطى ويك أي علاقة بين التطرف الذي هو تهمة جاهزة تلصق بالمناهج التعليمية في البلاد العربية والأصل الديني في فكرنا؟ أي علاقة بين الاثنين؟ بين التطرف والدين؟ لماذا اتهام جاهز للدين الإسلامي بالتطرف؟ بالتطرف. هل لدينا في البنية الفكرية الإسلامية بذور للتطرف أم أنه تجني؟ جميل. قبل أن أجيب على ذلك فقط تعقيبا على أستاذنا الفاضل في شيخ أحمد، نعم هناك ثلاث عناصر أساسية للعملية التربوية.
هناك المتعلم هو ما نسميه بالتلميذ من مرحلة الابتدائية حتى مرحلة الجامعية، وكذلك هناك المعلم، والمعلم هنا نقولها المعلم الابتدائي كذلك، وكذلك الأستاذ الجامعي، وهناك المنهج. هذه العناصر الثلاثة متداخلة وكلها يكمل الآخر، ولا بد من الرعاية الصارمة من الدول العربية لهذه العناصر للتلميذ، لأن هذا التلميذ غدا أو بعد غد سيشارك في بناء الدولة، أو يكون عبء على هذه الدولة، أو يكون لا قدر الله إرهابيا، وهذا سنعود إليه في تمام. إطار حديثنا عن المعلم. كذلك لا بد من أن تجتهد الدول على تكوين كفاءات علمية قادرة على تدريس الأجيال. نحن نتأسف الآن أن التعليم في العالم العربي الكثير من هذه الخيبات الأمل التي الآن يعاني منها التعليم في العالم العربي تعود إلى الكفاءات العلمية، أي إلى المعلم أو الأستاذ الجامعي أو الأستاذ. بعض الأحيان يدخل عليك الأستاذ وأنت تلميذ في الثانوية أنت أكثر كفاءة منه، وهذا معروف، وهذا خطير، وهذه ظاهرة خطيرة لا تنتشر إلا في العالم العربي وفي دول العالم الثالث تحديدا. كذلك المنهج، المناهج التعليمية تجد أن دول العالم العربي للأسف الشديد غائبة تماما عن رقابة هذه المناهج محتوى. نعم، عن رقابة المحتوى. وأنا أقول ذلك وأكثر من مرة معكم ومع غيركم في حلقات نقاش، استنهض الحكومة للنظر إلى المناهج التعليمية لمراجعتها لتطوير هذه المناهج الآن في، ونحن نتحدث عن إخوتنا العرب الآن لديهم فعلا المملكة العربية السعودية، هناك مركز الملك الراحل عبد الله لتطوير المناهج التعليمية، وهذا شيء جيد. لديك تونس والأردن كذلك. نعم، عندنا الآن الإمارات كذلك العربية تعكف بشكل مستمر على تطوير مناهجها وتطوير التعليم بصفة عامة. الآن أصبحنا نتحدث عن وكالة فضاء إماراتية ومسبار إلى إذن. عندنا كذلك هنا في موريتانيا وزارة بدأت تهتم بالبحث العلمي، هذا صحيح، لكن في الحقيقة غياب مراعاة المناهج التعليمية أمر لا زال واقع للأسف الشديد. الكتب التي تؤصل للفكر المتشدد موجودة بجامعاتنا، موجودة بمعاهدنا، موجودة وهذا صحيح، وهذا سيقودني للجواب على سؤالك الطيب والجميل فعلا والمهم في هذه الظرفية بالذات، لأن التحدي الأكبر الآن للشعوب هو الإرهاب والتطرف، خاصة لشعوبنا الإسلامية، لأنه هذا الداء يشوه صورة الإسلام، يقدم صورة مأساوية مغايرة تماما للدين. وهذا يرد على سؤالك، الدين بريء من هذه الظاهرة. النبي صلى الله عليه وسلم، يا إخوة الإيمان ويا مشاهدين قناة الساحل الكرام، في أكثر من حديث يحذر من هذا الخطر ويبين أن هذا الخطر مصيره هلاك الأمم، فقال بأبي هو وأمي في الحديث الصحيح عنه، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم غلوهم في الدين. فسبحان الله ربط هذا بالهلاك. وكذلك قال في محجته البيضاء النقية البعيدة، أي الوسطية البعيدة عن هذا الإفراط أو التفريط، قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. نحن نتحدث عن دين نبيه صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق، أي القيم الإنسانية. كيف لأحد ينتسب لهذا النبي الرحيم الذي قال لأهل مكة وقد أدموا وجهه وكسروا رباعيته، قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، مع ذلك كيف ينتسب أحد له ويأخذ شاحنة ويقتل بها الناس في شوارع؟ هل هذا ينتسب للإسلام؟ لا نرجع لك دكتور يسلمه ونقيس الواقع، لأن للأسف هذا هو الغايب عن العالم الغربي. العالم الإسلامي يعرف هذه المنطلقات اللي قلت لك، في نفس الوقت نزلت تهمة لاصقة بالعالم الإسلامي. سأعود إليك دكتور شيخ أحمد، أي علاقة بين الفكر المتطرف والمناهج الموجودة ضرك في العالم الإسلامي؟ أنا أعتقد أن الفكر المتطرف جاء نتيجة لحالة من التخلف والسمة العالم العربي في فترة الانحطاط التي يعيشها حاليا، وبالتالي لم يكن ناتجا عن مناهج في الأساس، وإنما هو حالة اجتماعية واقتصادية وسياسية. فالدولة الوطنية بعد أن فشلت في بعض التجارب الاقتصادية، كان نتيجة ذلك الفشل طبيعية ووجود تيار ثاني يسمى بالتيار التطرف، واختلف عمره وقدرته من دولة إلى دولة. فهناك دول استطاعت التطرف أن يأخذ بها بعدا أكبر، هناك بعد تمت محاصرة التطرف بها نتيجة للقاعدة الاجتماعية والثقافية والدينية. مثلا موريتانيا كانت
على مفارقة في هذه النقطة، لأنها دولة تركيبتها الاجتماعية والثقافية والدينية على خاصة في الوطن العربي، وبالتالي لم تعش التطرف الذي لاحظناه في تونس، تعدد الإذنيات حمام موريتانيا، تعدد الإذنيات ووحدة الخطاب الديني وطبيعة المجتمع الموريتاني البسيطة التي ألبستها الصحراء ذوبا يختلف عن الأذواب الأخرى، جعلت موريتانيا محمية. هذه الحماية كانت حماية بالحقيقة، حماية محمية بين ظفرين. نحن شهدنا في بعض السنوات ما شهدناه بالسنوات ما شهدناه بالسنوات الماضية حتى عمليا، ممكن يكون حالات محصورة وحالات بسيطة، وأساسها أساس اجتماعي لا يعود أساسا للمناهج. المناهج هي عامل رئيسي، لكن في موريتانيا كانت الحالة الاجتماعية هي الحالة الضاغطة، بينما في الدول الأخرى نستطيع أن نقول أنه تداخل العامل السياسي مع الجانب المنهجي، لكن عموما يبقى التطرف مسألة خطيرة تواجه الدول العربية والإسلامية، لكن معالجتها أساسا حسب وجهة نظري متواضعة أنها تبدأ أساسا من معالجة الجانب الاجتماعي ومعالجة الجانب الاقتصادي. تمام، جيد. دكتور سلم، تأصيلا لما قاله دكتور شيخ أحمد، هل الطرح الذي يؤكد على فرضية أن العالم الإسلامي مرد وجود الإرهاب ككائن يعيش منذ عدة عقود، أنه مرد سياسي واقتصادي، إن فمشي من الشباب جبر روسهم يعانوا من حيف وظلم وغبن اجتماعي، وفم شعوب جبرت راسها ما تمارس ديمقراطية ولا تعرف أبجديات التناوب السلمي ولا التعبير، وأن ذا كامل بوتقا صهرت وخاض من التطرف، هل تتفق مع هذا الطرح؟ قبل ذلك فقط أتحفظ على واتفقت معه قبل ذلك وأختلف معه الآن، وخلاف لا يفسد للود قضية، في أن التطرف يبدأ هكذا، لكن ما حدث في موريتانيا لا يمكن أن نسمي أن سببه هو اجتماعي فقط، بل كان للمناهج التعليمية للفكر الوافد دور أساسي فيه، وأنا كتبت عن هذا مقال قبل أيام، موج التطرف وسد المرجعية الفكرية لبلادنا. صحيح الشق الأول من طرحي الأستاذ الكريم أن هناك يعني منظومة فكرية كان قائمة في موريتانيا شكلت صمام أمان لهذا المجتمع. تمام. هذا عليك يعني في بعد يعني، وذلك الثلاثي الذهبي الذي يسميه في العقيدة الإشعرية الفقه المالكي كما ذكرتم في مقدمتكم، وكذلك التصوف السني. هذا الثلاثي الذهبي كان يشكل سياجا على هذا المجتمع. سنلاحظ أن الحالات النادرة التي فعلا أهلها ارتكبوا هذه الأعمال التي تنسب للتطرف أو للإرهاب أو ما إلى ذلك، هؤلاء خرجوا على هذا الناموس، أي خرجوا على هذا الثلاثي. وهذه يعني أن أتحمل كامل المسؤولية، يمكن بدراسة استقصائية بسيطة أن تتأكد من صحة هذا الكلام، أن هؤلاء خرجوا على هذه المنظومة، أي أنهم أخذوا عقائد وافدة على المجتمع لم تكن عند المجتمع، أفكار وافدة على المجتمع سواء في البعد العقائدي أو في الفقه أو في غير ذلك. المهم، فبالتالي الانتباه لمسألة المناهج أمر في غاية الأهمية على المستوى الجامعات، في مستوى المؤسسات الدينية، وهذه ذكرتم كذلك في مقدمتكم، وهي شيء مهم، لأن المؤسسات الدينية هي مكان التحدي، المكان التحدي الأساسي، لأن الموصوف بالإرهاب الموصوف بكذا هو الدين الإسلامي. تمام. لذلك إذا لم تكن المؤسسات الدينية قادرة على الإجابة على هذه التساؤلات المطروحة، المؤسسات الدينية فيها كفاءات علمية قادرة على الرد وعلى تقديم الإسلام كما هو. أنا لا أريدكم أن تحسنوا صورة الإسلام لأنها حسنة، هذا دين الله ودين الله والله أعلم بعباده. لذلك نحن لا نحتاج إلا أن نعرف بالإسلام كما هو، أن ندرس الإسلام كما هو، بعيدا عن هذه النظريات التي فعلا تؤصل لهذا الفكر وتنشره بين شباب الأمة. جيد. دكتور شيخ أحمد، كيف يمكن التفريق بين الفكر المتطرف الذي أنتج هذه الحالات التي نشاهدها، طعن وتفجير وحالات عدة، وبين الإسلام دين مليار إنسان في العالم يعيشون في تسامح وفي حب للآخر وفي تعايش منذ قرون عدة؟ أنا أعتقد أن أعداء الإسلام استطاعوا في السنوات الأخيرة أن يخلقوا خطابا هجينا داخل الدول الإسلامية. فالإسلام كما هو معروف، لا يحتاج إلى تدقيق في هذا الأمر، هو دين ناصر
هو دين بريء من هذه المسائل بصوره عامه. وعشنا 14 قرن في رسالة الإسلام التي فتحت السلام والسلم والأمان في كل بقاع الأرض من آسيا إلى إفريقيا إلى أوروبا. وبالتالي التطرف هو حالة دخيلة وحالة استثنائية، لكن هذا التطرف يبقى دائما تطرف خطير لأنه لم يعد محصورا في منطقة، واستفاد من التقنيات الإعلام الجديدة والاتصال العولمة أصبح حالة لا يمكن معاقبتها، وبالتالي هو مرض وداء وضاد، وبالتالي محاربته يجب أن تكون على ثلاث جوانب رئيسية. الجانب الأول هو الجانب الشعبي، تحصيل المجتمع. الجانب الثاني هو الجانب المؤسسي، هو دور الدولة، الدولة الوطنية. والجانب الثالث هو جانب التعاون، سواء تعلق الأمر بالجانب الإقليمي أو الجانب الدولي. لكن تبقى المناهج كما ذكر الزميل أيضا، وهو محيط بذلك عامل أساسي. لكن أنا أذكر فقط أنني جعلت المناهج بالمرحلة الثانية بعد الجانب الاجتماعي الاقتصادي الموريتانية، ليكون المجتمع الموريتاني يبقى من ضمن المجتمعات العربية والإسلامية القليلة في هذا الظرف التي حافظت على وحدة المنهج الاجتماعي، وبالتالي لم تترك مجال لدعاة الغلو أو التطرف في أن يؤصلوا لخطاب منهجي جديد. وبالتالي جميع المناهج التربوية عندنا في موريتانيا بقيت محفوظة، وإن حاول البعض أن يخلق نوع من الدعاية للتطرف في هذا البلد فنلاحظ من خلال النسب التي لا تضع مجالا للشك انه فشل بها الخطاب. وبالتالي اذا كان الخطاب قد فشل نجح ايديولوجيا في ساحة عربية، فانه فشل بامتياز في موريتانيا نتيجة لعاملين، وهي وحدة المنهج الاجتماعي وهي اصالة هذا المجتمع ومحافظته على عاداته وتقاليده. بقية نقطة بسيطة فقط تشبه الزمن القرين، هو ان التطرف مكافحته لا يمكن ان تتم على مستوى دولة قطرية. لا بد لمكافحة التطرف من أن يكون هنالك فعل دولي حقيقي. ولذلك نلاحظ أن السياسة الدولية خاصة من طرف الدول الأمة أنها تسلك منهجا غريبا، في بعض الأوقات تمول وتكافح، وفي بعض الأوقات تقلل السياسة. بالتالي هذا يعيدنا إلى الوراء، لأن السياسة الدولية بالعالم هي سياسة مصالح، وبالتالي هذه المصالح في هذه المصالح قد تتفق وقد لا تتفق، وبالتالي لا يوجد صديق دائم ولا يوجد عدو، وإنما مصالح دائمة. تماما دكتور سلم، بما أنكم من الشباب الناشطين في مجال تعزيز السلم وتعملون في منتدى تعزيز السلم ولديكم بحوث ومقالات في هذا المجال، بالنسبة لتأصيل محاولة فهم نقدمه للمشاهد الاستراتيجية الوطنية اللي عند موريتانيا مكافحة التطرف والغلو، بعدها الاجتماعي، بعدها السياسي، بعدها الاقتصادي، وبعدها العسكري، قراءة المضامين. بالمناسبة أنا عندي بحث أعده الآن عن المقاربة الموريتانية لمواجهة التطرف. ولكن لا أريد أن أستبق يعني البحث قبل سقوط المشاركات، لكن فقط أقول بأن موريتانيا فعلا انتهجت سياسة متعددة الأبعاد، فيها جانب فكري وهو الأهم بالنسبة لي بحكم التخصص ربما، وبحكم أنني أعتقد أن الفكرة لا يعالجه إلا الفكر، لا يمكن أن تنتزع أفكارا بصواريخ أو بقنابل إطلاقا، لا يمكن للأفكار أن تنتزع الأفكار قناعات، ولا يمكن أن تنتزع إلا الفكر. نعم، لذلك في جانبه الفكري حققت نجاحا كبيرا، خاصة فيما يتعلق إذا تذكرنا الحوار الذي دار مع السجناء السلفيين. نحن نتحدث عن نسبة 80%، وبعض الأحيان أنا رأيت بعض الباحثين يقولون 90% من رجعوا عن الفكر من حملوا السلاح. هذه نسبة كبيرة ونسبة تستحق الاحترام، وهذا بالمناسبة فريد من نوعه في العالم العربي. إذن هذه التجربة أنا أقول متى توقفت ولماذا؟ لماذا توقف هذا الحوار؟ حقيقة لا أفهم، وأضع أكثر من إشارة استفهام. كذلك في جانبها الأمني نحن فعلا ركز، وهذا أمر مهم وفي غاية الأهمية، لأن الله سبحانه وتعالى في كتابه عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والخطاب هنا شامل لأن القرآن شامل. الأعداء الأمة قد يكونون منها وقد يكونون من غيرها، فما أحيانا يكون العدو الداخلي أكثر خطرا على الأمة الإسلامية من الخارجي. لذلك نحن مطالبون بأن نعد وأن نكون دائما في الجاهزية التامة. وللأمانة المقاربة الأمنية الموريتانية أحدثت نجاحا ولله الحمد، هذا
تشهد به جميع الدول بما فيها الدول العظمى المراقبة لمنطقة الساحل والصحراء، تشهد لموريتانيا بأن مقاربتها الأمنية كانت ناجحة، بحيث تمت زيادة يعني دعم القوات العسكرية والقوات الأمنية، بحيث أصبحت تحقق تقوم بعمليات نوعية في المنطقة، وهذا شيء ولله الحمد. المهم المقاربة متعددة الأبعاد، فهي مقاربة ولله الحمد أنا أعتقد أنها مهمة في شبه المنطقة بصفة عامة، وأثبتت نتائج إيجابية. نأمل بإذن الله تعالى أن تتواصل هذه المقاربة، وأن كذلك النقاط البقع يعني في هذه اللوحة البيضاء البقع السوداء أن يتم إزالتها. نعم تتم إزالتها. هناك أخطاء خاصة فيما قلت لك في الجانب الفكري والمنهجي. أنا اليوم كنت في سوق العاصمة في إحدى المكتبات، طالعت في إحدى المكتبات، وهناك كتب تكفر أبناء المجتمع الموريتاني، وهي تكفر موضوعة على رفوف مكتبة تباع بدون رقابة، وهي تباع في مكتبة بدون رقابة وبدون. إذن هذه القضايا ما لم ننتبه لها، ما لم تنتبه لها الماء يجري تحتنا. تمام، واضح دكتور. بالعودة لكم دكتور شيخ أحمد، أي حديث عن مكافحة التطرف في مناخات شديدة التطرف، بمعنى أن في خلال 24 ساعة كل يوم هناك عناوين أخبار ترصد عمليات ذات بعد إرهابي واضح، أحيانا في أوروبا وأحيانا في آسيا وفي أحايين كثيرة في منطقتنا، أي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نعم أحسنت. تمام. الإجابة على السؤال تقتضي أساسا البدء من المقاربة الأمنية الموريتانية. معروف أن النجاحات الموريتانية أمنيا بدأت من تقريبا من 2009 عندما أعيد الاعتبار لمؤسسة الجيش. فالجيش في دول العالم الثالث يقال للتكوين، يقال للإعداد، يقال للممارسة. وبالتالي الجيش الموريتاني من 2009 انتقينا على التجربة. قلت صدر خارجيا. لا أنا يدرس سبع سنوات. أنا هنا لا أتمثل هذه الفكرة، لكن أنا هنا أتمثل الخطاب الوطني. إذا نقول التجربة الموريتانية نجحت على المستوى المحلي نتيجة لإعادة الاعتبار للجيش أول كمؤسسة عسكرية، اثنين استجلاب المعدات الرئيسية، وثلاثة أيضا إعادة الأمل في الجيش، بالتالي أصبح الجيش صمام أمان. ونلاحظ أنه منذ سنتين أو ثلاثة أن مشاركة موريتانيا في بعض البعثات قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام، سواء تعلق الأمر في ساحل العاج أو في وسط إفريقيا أو في السودان سابقا من خلال البعثات المراقبة الأمريكية، هذا يدل على أن الجانب الأمني الموريتاني استطاع أن ينجح من خلال هذا. النقطة الثالثة هو توقف عمليات الإرهابية التي حدثت في نواكشوط وفي بعض المناطق الأخرى كالقلاوية أو المقيط في المناطق الأخرى، وقضاء أربع سنوات أو خمسة دون وجود عمليات، هذا يدل من الناحية الحسابية لنجاح العامل الأمني. بما يخص محاصرة التطرف للعالم، التطرف لم يعد ظاهرة وطنية كما قلت، بل أصبح ظاهرة عالمية، لكن الحس الوطني والجاهزية الوطنية وجاهزة الجيش الموريتاني أعطت رسالة لدعاة التطرف في المنطقة بأن حدود الإقليم الموريتاني وحدود الدولة الموريتانية لم تعد تلك الحدود المفتوحة التي يعبر من خلالها باعة المخدرات أو مهربي الأسلحة أو أصحاب الهجرة السرية، وأنها أصبحت خريطة مغلقة ومتحكم فيها. إن لم أقول 100% أقول 98%، وهذا ما جعل موريتانيا تحظى بقدرة وبأهمية في المحيط الإقليمي والدولي. ولعل اختيار موريتانيا لاستضافة القمة العربية مؤخرا يأتي في إطار هذه النجاحات، بل تتويجا لها على المستوى السياسي. جيد. دكتور سلم، قبيل بداية الحلقة ذكرت المشاهد أن بارك في أجواء عربية وهم قمة عربية تلتئم يوم الثلاثاء لا يجي في باطل تلك الدور قبيلة. ثم ثلاث تقارير ستقدم في اجتماع القادة العرب في نواكشوط. أحد هذه التقارير يتحدث عن التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب. أي دور لموريتانيا في إبداء التجربة الموريتانية وتعميمها للاستفادة منها عربية؟ نحن عموما سنحاول في هذه القمة، وهذا ما أعتقد، أننا سنحاول أن نقدم تجاربنا للإخوة العرب في كل المجالات بما فيها هذا المجال المهم جدا والحساس في هذه الظرفية، خاصة أن موريتانيا كما قلت في مقاربتها الأمنية حققت نجاحات، هذه النجاحات أشادت بها الولايات المتحدة الأمريكية، أشادت بها فرنسا، بل
مؤخرا السفير الامريكي تحدث عن ما هو اعظم من ذلك. اذا مع اننا نحن نتحدث في اطار عندما نتحدث اولا عن حمايه الحوزه الترابيه، فنحن كما اشار الاخ كنا قبل 2009 كنا ننتظر الجرحى ثم نمسحه وننتظر جرحا اخر، لا اصبحنا ندافع او ناتي الى نستبق الحدث فنهاجم العدو في عقر داره كما يقال. اذا ولله الحمد هذه المقاربه اثبتت نجاحا كبيرا. هذا النجاح من حقنا فعلا ان في اطار التعاون العربي ان نتبادل خبراتنا مع الاخوه العرب في كل المجالات بما فيها مجال التعليم. انا اقول دائما التعليم مهم، وهذه الحلقه نناقش فيها عن التعليم. هناك في فرنسا عندما بعد الحرب العالميه الثانيه كانت الاوضاع صعبه تمام، والبعض تحدثون عن ان فرنسا انهارت وما الى ذلك. باريس كانت محتله. قال لهم ما هو وضع التعليم؟ قالوا له التعليم بخير. قال لهم اذا فرنسا بخير. هذه الكلمة فعلا، وأنا لا أريد أن أستشهد به، ولكن هذه الحكمة ضالة المؤمن. فهذه الكلمة في غاية الأهمية، ما دام التعليم بخير قال لهم فرنسا بخير. إذا فرنسا بخير نحن كذلك يجب بغي أن نعود إلى تعليمنا. هل التعليم بخير؟ لا أظن ذلك. إذا نحن لسنا بخير، ينبغي أن مراجعة مناهجنا الدراسية والتعليم البوليتان من أجل تحسين الواقع وتنمية شاملة. بالعودة لك دكتور شيخ أحمدو، لا ينقصه محور ثالث من نقاشنا ده، لماذا دائما الاتهامات جاهزة للعالم الإسلامي بالتطرف رغم أن أغلب الناس المشتغلة، ما أعرف كان قاعد المصطلح كانوا صالح البال، المشتغلة بالإرهاب أو التي نشطت في الإرهاب وعرفت إعلاميا بالإرهاب في الحقيقة ليست من خريجي المعاهد لا دينية إسلامية ولا جامعات إسلامية، بمعنى أنهم خريجين علوم علمية أو أنهم لم يدرسوا أساسا. أي علاقة بين ظلم التاريخ الذي وقع على الإسلام وبين التجني الذي وقع على خريجي المعاهد الإسلامية والجامعات الإسلامية؟ جيد، أنا أعتقد أن اتهام العالم الإسلامي بهذه الظاهرة ووصفه بها هذا راجع إلى المرتبة التي يعيش فيها العالم الإسلامي. العالم الإسلامي يعيش مرحلة من التخلف، التخلف أساسا تخلف اقتصادي، وبالتالي وقوعه في هذه المرحلة أو تخلفه أمام الدول الصناعية جعله متهم من طرف الدول التي بنت مؤسسات دستورية وأنظمة للدولة الوطنية الحديثة، وبالتالي أصبح متهم بهذه المسألة. لكن كما قلت وكما نعرف جميعا أن الإسلام بريء كل البراءة لظاهرة الطرف، لأنه دين رحمة، دين السلام، ودين تمام. وبالتالي الإسلام جاء ليحافظ على الإنسان ولم يأتي من أجل إبادة البشرية. وبالتالي الغرب عموما، أنا هنا لا أقتصر على أي دولة، أقول الغرب عموما، لكن الغرب من الناحية الفكرية كان في فترة الحروب الصليبية يخوض حروب ضد المسلمين باسم الدين. وبالتالي بعدما توقفت الحروب باسم الدين، لاحظوا أن منظر السياسات الاستراتيجية في الحرب خاصة اليمين والدول التي لا تريد بناء علاقات مع دول الجنوب المتخلفة، لا بد أن تبرر هذا أولا دينيا للمجتمعات الغربية، ولا بد أن تعطيه لبوس جديد يستطيع أن يروج إعلاميا. وبالتالي كان بعد أن تخلص من الشيوعية بعد الحرب الباردة 1991 بحث عن كان عدو جديد، أن يكون هنالك عدو جديد. وهنالك قواعد في استراتيجيات الحرب تقول أن أي دولة عظمى وأي قطر أو إقليم قوي من أجل أن يستمر لا بد أن يخلق حالة من العداوة، وهذه حالة العداوة التي وقعت على الإسلام بحكم عاملين، واحدة بحكم ضعف العالم الإسلامي صناعيا، والثانية بحكم الاختلاف الإيديولوجي بين العالم الرأسمالي لا ديني ولائكي وبين العالم الإسلامي الذي يحاول أن يبقى متأصلا بتلك المسألة إلى حد الآن. جيد دكتور سلم، تتفق مع نفس الطرح اللي قال؟ نعم، وأزيد على ذلك بأن أقول بأن الغرب بصفة عامة، هناك دوائر غربية هي بالطبيعة الحال، وهذا أنا أتفهمه تماما، لما هنا وريت مؤامرة لا 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 لا, لا إطلاقا، هي هذا واقع، هي بطبيعة الحال ضد الإسلام. نحن بطريقة أو بأخرى كذلك ضد انتشار المسيحية، لأننا نحن نسعى إلى أن ننشر الإسلام في العالم، هذا أمر عادي جدا. لكن ينبغي أن ننتبه لقضية مهمة، أن هذه الدوائر المراكز الدراسات البحوث في العالم بصفة عامة كانت تتحدث أن الإسلام قبل هجمات 11 سبتمبر هو الدين الأكثر سرعة
عقد الانشتكار والتمدد في أوروبا، حتى أنهم تحدثوا عن فرنسا مسلمة في سنة 2066 أو 2060. إذن هذا شيء مخيف. نعم مخيف للغرب، ولذلك تحركت دوائر المخابرات الغربية من أجل تشويه صورة الإسلام. أولا أنا أعتبر أن هذا سمي هذا غرية المؤامرة. أعتبر أن الصور المسيئة إنما جاءت في هذا، لا يمكن للصور المسيئة لحجم النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون خرجت دون على الأقل غض الطرف عنها. كذلك الأفلام المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم للإسلام، لكن مع ذلك هذه الأفلام هذه الصور كل ذلك أحدث ردة عكسية وأحدث نتائج عكسية، لذلك كان لا بد من بديل آخر. ما هو؟ هو تشويه الإسلام بأيدي مسلم من الداخل، تشويه الإسلام بالمسلمين من الداخل. لذلك تلاحظ أن المنظومة التي الآن تشوه الإسلام اتخذت شعار الإسلام، الدولة الإسلامية مثلا، الدولة الإسلامية والشعار ما هو شعار مرفوع؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن ذهنية الإنسان الغربي العادي عندما يشاهد العلم مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، الدولة دولة إسلامية، الفعل قتل وذبح وسلخ وما إلى ذلك من المشاهد البضيعة، هذا الشخص لن يبحث عن الإسلام لأنه كفاه منه ما شاهده. إذن نحن ينبغي أن نعرف أن ديننا يحارب، وأن هؤلاء أنا أعتبر، وهذه دائما ما أقولها، البعض يقول لي لهم ليسوا بحسن نية، أنا أقول هؤلاء إنما أخذوا هذا التطرف بحسن نية، بدافع حسن نية، لأن الإنسان لا يمكن أن يأخذ يشعل متفجرات في نفسه ليذهب ليفجر نفسه في مبادئ لا يؤمن بها. إذن هو مشكلته أنه أحدثت له عملية غسيل دماغ، وهذا يؤدي للحديث الذي تحدثت عنه وأمر مهم جدا. السؤال الذي طرحت على الأستاذ، الإنسان بالنسبة لي هو عقل وعاطفة، فهذه الحركات تعتمد على الشحن العاطفي بدلا من العقل. لذلك أنا أهيب بدولنا العربية والإسلامية بمجتمعاتنا بدولتنا أساسا أن نعيد الاهتمام للعقل للفلسفة للفكر، لأن هذا العقل هو مناط التكليف عندنا في الشريعة، وهذا العقل هو موجه الإنسان، ولا بد أن نعيد للفلسفة اعتبارها وللفكر اعتباره. نحن نحتاج، هل تعلم أن الآن في مؤسساتنا الشرعية في موريتانيا، في بعض مؤسساتنا الشرعية وفي مؤسسة منها على الأقل وهي مؤسسة كبيرة ومشهورة لا أريد أن أذكرها بالاسم، لا وجود لمادة الفلسفة، لا وجود للفكر الإسلامي، لكلمة الفكر الإسلامي. يعمل فيه لعقل ما هو مطلوب، لا هي فقط هكذا يعني نصوص وطرق. إذا نحن ما الذي نحن نجهز قنابل نشحنها بالعواطف الدينية فقط دون عقل، كما يقول الفقيه والمفكر حمد الله التاه، ودائما أقولها هو ليس فقيها فقط هو مفكر، يقول نعم يقول أن العاطفة إذا لم تفقه أنها تتحول إلى خطأ، وهذا صحيح. العاطفة إذا لم الفقه إذا العاطفة الدينية جميلة ومطلوبة، لكن إذا لم يكن معها مستوى من الفقه والفهم للنصوص الشرعية هذه العاطفة قد تتحول إلى قنبلة موقوتة منفجرة في أي وقت. جيد، بالعودة لكم دكتور شيخ أحمد، لنقيس محور رابع اللي هم علاقة الديمقراطية، علاقة الديمقراطية اللي هي مطلب دولي تماما، علاقة الديمقراطية مع تعزيز السلم والتعايش بين مختلف الديانات. أنا أعتقد أن الديمقراطية والتي بدأ بالإسلام من خلال الشورى لا تعارض بالمصطلحات، لأن لكل عصر مصطلحه. فالديمقراطية أصبحت اليوم مطلب، لم تعد مطلب وطني بل أصبحت مطلب دولي، لأنها قاعدة للتفاهم بين الشعوب. وبالتالي لا نستطيع أن نقف عند نقطة مرور القطار ونترك القطار يمر، لا بد أن لينطلق القطار في وقت واحد وأن نكون جميعا ركابا مؤمنين في هذا القطار. وبالتالي الديمقراطية أصبحت شرط من شروط المحافظة على هذه الدول. وبالتالي من أجل مكافحة التطرف ومن أجل محاصرة التطرف ومن أجل تجفيف منابع التطرف لا بد من إرساء أسس الديمقراطية. لكن الديمقراطية في العالم يجد أنها مدرستين، هنالك مدرسة ديمقراطية عصرية قربية لكنها تعاني أساسا من خلل فكري وأن الجانب الديني مقصي. وبالتالي يعيش الإنسان ديمقراطي بالقرب إنسان يتمثل مذل المساواة والعدالة والكرام، لكن هذا الإنسان يعيش ورقا روحيا. وبالتالي الإنسان كما سبق وقلنا أنه يعيش في جانبين، جانب روحي هو أساس التجديد في الإنسان وجانب مادي، بالتالي يبقى يحتل المرتبة الثانية. إذن الغرب يعيش ديمقراطية تبعد الجانب الروحي، وبالتالي وضعت له إشكالات وأخطاء، وبالتالي أصبح الإنسان إنسان ميكانيكي.
مادي مادي لم يعد يعيش الحضارة التي كان بإمكانه أن يطورها نحو الأفضل. في العالم الإسلامي نجد أن هنالك محافظة على الجانب الروحي، لكن هذا الجانب الروحي لم يستفيد من الحداثة، لا تزال هنالك اختلالات تحتاج إلى المراقبة. كيف ما قالك دكتور السلم واسمح لي، تم حالة تغييب العقل الجماعي، كأن العرب اتفقوا على أن يغيبوا عقلهم، ليس كذلك؟ نعم. أنا أعتقد أن إعمال العقل وإعمال المنطق مسألة واجبة، مسألة مطلوبة لمسايرة الأحداث والتحكم بالفعل. وبالتالي نجد أن المؤرخ الكبير ابن خلدون يقول في مقدمته أنه إذا انتهى التحدي زالت الحضارة. والتحدي يفسره علماء الاجتماع ويفسر المؤرخون بأنه الاستجابة الفعلي أمام أي ظاهرة معينة. بالتالي السؤال المطروح اليوم هو أين العالم الإسلامي والعالم العربي من التحديات الراهنة؟ لاحظ بالكثير من الأحيان أننا دائما نجيب أو نحاول الإجابة بعد أن نقع في الأزمة. ولذلك حل الأزمة يستدعي منا غياب نظرة استشرافية ونظرة استشرافية ووجود مراكز تسمى بمراكز الاستشراف حتى نخطط للمستقبل. وبالتالي نتيجة لعامل التخلف اللي ذكرته في البداية أننا أصبحنا دائما نجيب على السؤال الثالث نجيب على السؤال الثالث متأخر. وبالتالي كنا يجب أن نجيب على الأسئلة السؤال الأول والسؤال الثاني. وبالتالي حالة التراجع وعدم إعمال العقل وعدم وجود مراكز إسراف ومراكز دراسات مستقبلية التي وضعتنا في حالة ارتباك. هذا الارتباك هو الذي ولد هذا التطرف وولد هذا التخلف. دكتور سلم، هل باستطاعة المسلمين الآن محو الصورة النمطية السائدة في الغرب، المسلم الغاضب، المسلم المتطرف، المسلم الذي يريد أن يقتل أكبر عدد من الأرواح لكي يقطع تذكرة إلى الجنة؟ هذا الذي نسعى له في منتدى تعزيز السلم وقد أشرتم إليه من قبل. هذا المنتدى الذي يترأسه عالم من علماء موريتانيا الشيخ عبد الله البيه حفظه الله تعالى، فيه ما يناهز 300 من العلماء والباحثين علماء الأمة الإسلامية والعلماء الأمة الإسلامية، وبمناسبة من ضمنهم فلاسفة. إذن هذا المنتدى أهل العقل والحكمة والعلم اجتمعوا به. الهدف هو واقع الأمة الإسلامية، كيف يمكن أن نقدم صورة مغايرة للآخر عن ما تقدمه هذه الدول التي تنتسب للإسلام أو تدعي أنها هي الممثل للإسلام، فتقدم صورة الإنسان الذي يقتل بهدف القتل، يعني عنيف بطبعه هكذا. وهذا كان بعيد من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم. طبعاً طبعاً. نحن فقط نحتاج أن نعود بهم إلى الدولة النبوية المعصومة. وأنا دائما أقول بأن الفترة الزمنية المعصومة بالوحي في التصور الإسلامي هي فترة النبي صلى الله عليه وسلم. ما بعد ذلك يقاس بهذه الفترة موافقة فهو أهلا به، لا يوضع جانبا ولو حدث في زمن الصحابة، فالخلاف في زمن الصحابة لا يشرع الخلاف. فالفترة الزمنية المعصومة بالوحي هي فترة النبي صلى الله عليه وسلم. هل إذا نظرت لواقع المسلمين فيها، النبي صلى الله عليه وسلم يعطيك مجموعة من الصور كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بسائر، كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. ماذا نتحدث اليوم عن واقع الأمة الإسلامية في القمة العربية الآن؟ نحن ستغيب عن هذه القمة دول عظمى من المؤسسة للدولة لجامعة الدول العربية بسبب هذا الخطر، بسبب هذا التطرف. سوريا الآن تم استباحتها منذ سنوات بسبب هذا التطرف وبسبب هذا الفكر المتشدد. في السنة التي حدثت فيها الثورة كانت سوريا متقدمة في مجال الصحة، في التعليم، في ما إلى، في مجموعة من المجال، مع أنها محاصرة اقتصادية. الآن أين مشروع نهوض؟ نتحدث عن سوريا ماذا؟ سنحتاج إلى 80 سنة أو 100 سنة لتعود سوريا إلى لحظة. إذن هذه دول انتهت. اليمن حدث ولا حرج، ليبيا الآن تتحدث عن دولة الجسد العربي كامل الجراحة. إذن هذه الجراحة الأليمة كلها بسبب هذا التطرف، ونحن بعون الله تعالى الشق الأخير من نأمل أننا إن شاء الله تعالى الشق الأخير من حوارنا، بما أني معي أكاديميين شباب ولين حاولوا مثلا نظرة استشرافية شوي ونداء، بما أن في عاصمة دولة عربية ومقبلة على حدث كبير كثير القمة العربية، شنو هي الأولويات في رأيكم اللي قد تقدم على شكل وصفة سحرية لإنقاذ الوطن العربي من هذه الكبوة
المفجعة صراحة على مستوى المناهج الدراسية، على مستوى الديمقراطية، على مستوى آليات التخلف كامل اللي نحن واقعين فيها. نبدأ معك شيخ. أنا أعتقد أن آليات الحلول نستشفها من خلال العنوان الذي اتفق عليه لقمة نواكشوط. نواكشوط عاصمة العرب قمة الأمل. هذا الأمل لا بد أن نجد. ما هو العاطفة؟ ما رجعنا العاطفة. نحن هنا لا نستخدم العاطفة، لأن أمام قمة لرؤساء وملوك. وهؤلاء الرؤساء والملوك يمثلون بلدانهم. أي أمل أنت تتحدث عنه؟ وبالتالي لا بد لهم أن يقوم بنوع استشرافية. الأمل. أنا أعتقد أن موريتانيا بعد أن استضافت القمة لأول مرة والعودة إلى القمة من جديد تستدعي المرور بأحرف أبجدية والسنوات القادمة أنها فرصة تاريخية لا تعوض، وأن الدولة الموريتانية والحكومة الموريتانية يجب أن تستغل هذه الفرصة، خاصة أن مستوى العلاقات العربية اليوم بين الدول العربية وموريتانيا مستوى جيد. علاقات بين مستوى جيد خاصة بين موريتانيا والدول. موقف القضايا العربية في محل اختلاف لا مضبوط. أن هنالك فرصة يجب أن تستغلها الدولة الموريتانية، وبالتالي قوة طرح الخطاب الموريتاني على القمة ومستوى إدارة الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز بجرأته المعروفة وقوته سيستفيد من فرض أو طرح قضايا مهمة للنقاش، قضية التطرف وقضية المناهج. وبالتالي إذا ما طرحت هذه القضايا لا شك ستنجح وستخل بعين الاعتبار من طرف الملوك ورؤساء العرب. نقطة نجاح هذه النقاط أيضا أخرى هو أن العالم الإسلامي العربي كما قلت أنه يعاني من هذه النقطة. سوريا القوية ممزقة، ليبيا القوية ممزقة اليوم، العراق واليمن والسودان محسن، وبالتالي فجاءة الصورة الحالية تستدعي من القادة العرب أن يراجعوا خلافاتهم أكثر من مرة، وأن يعيدوا البصرة مرتين، وأن يستفيدوا من اللحظة، وإلا فإننا سنظل دائما في تلك الدوامة الصعبة. تمام. دكتور سلمو، أي أمل في قمة الأمل؟ بما أنك تبقى الشعر كبير لا قصيدة. شفت هذا إن شاء الله تعالى هذه القمة بحول الله وقوته كما أشار الأخ، نحن نأمل أن تضع نقاط جوهرية يعني حديثة فعلا. كمشكلة التطرف الآن فعلا هو تحدي كبير، وأنا أعتقد أن التطرف اختلط في السياسة، فأصبح أحيانا السياسة تستخدم التطرف، وهذا حدث. بعض دولنا العربية استخدمت سلاح التطرف لتمزق دولا أخرى، هذا لا نقاش فيه. إذن كيف يمكن أن أنا أعتقد أن الحوار بالدرجة الأولى ينبغي أن تكون هناك دعوة جدية للحوار بين الدول العربية بما فيها الدول المستبعدة الآن بطريقة أو بأخرى من الحضور، أو حتى لا أقول الدول، أقول الفصائل أو الأقطاب المستبعدة من الحضور. ينبغي كان ينبغي للجميع أن يحضر، على كل حال ينبغي أن يحضر في خطابهم، ينبغي أن يحضر في خطاب القمة، ينبغي أن نحاول أن نتجاوز هذه الأخطاء. لا يمكن لليمن أن يعيش بدون أحد الطرفين، لا يمكن. لا يمكن كذلك لا أقصد الطرفين المتصارعين، يعني أن واحد منهم يقضي على الآخر هذا مستحيل، لا يمكن. ولا يمكن كذلك في سوريا أن يتم تجاهل أحد الطرفين البارزين. هذه هي حقائق ينبغي أن نؤمن بها لننطلق منها إلى حوار جاد لنتجاوز هذه المرحلة. كذلك لا بد من التنازلات، الكل يعرف أنه ستحدث تنازلات قد تصل إلى درجة أن نصفها بالتنازلات المرة أو التنازلات الكارثية، لكن هذه التنازلات إذا كانت لصالح حقن الدماء، لصالح هذه مبدأ أخلاقي سامي ومبدأ إسلامي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسألونني اليوم في صلح الحديبية مسألة تعظم فيها حرمات الله هنا الدماء إلا أعطيتهم إياها. ولم يكن أنا ذاك في موقف ضعف. تمام. لم يكن في موقف ضعف، مع أنه عندما أصبح في موقف قوة قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. إذن هذه المبادئ الإسلامية كذلك أنا أقول على كل حال في إطار الحوار في كل ذلك الأمل يبقى قائما إذا عدنا، وهذه عقيدتنا، إذا عدنا إلى القرآن الكريم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نحن نحتاج فقط إلى أن نعود إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، إلى سنته، لنعرف كيف يمكن، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم دعوها فإنها ممكنة. اليوم ينبغي أن يصرخ عالم كبير من علماء الأمة الإسلامية دعوها فإنها ممكنة، أبي دعوة الجاهلية. هكذا ينبغي أن يكون خطابنا خطاب
عرب يجمع ولا يفرق. وهذا للأسف الشديد أن أغلب مدونين الآن هدفهم الآن كيف يثيرون النعرات بين هذه الدول والأخرى وحتى بين موريتانيا وبعض الدول العربية، وهذا لا يخدم القمة في شيء ولا يخدم دولتنا ولا يخدم سمعة هذه القمة التي نأمل أن تكون قمة أمل بما في الكلمة من معنى، لأن هذه القمة تأتي وقد في سياق فعلا صعب، تأتي وقد ابتعدت عنها بعض الدول نتيجة حساسية الوضع العربي، مع ذلك قبلها رئيس الجمهورية بقوة وشجاعة، فنأمل بإذن الله تعالى أن نكون على مستوى التحدي. للباقي من الوقت لنناقش التحديات في إنجاح القمة خارج مصطلح أوهار، بما أنكم متابعين الحمد لله وشباب، إنجاح القمة وكأنه مطلب لكل موريتاني أنه يسهي من, 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 من موقعه في إنجاح القمة الموريتانية، قمة الدول العربية في موريتانيا. بالعودة لأهم التحديات، ألا ترى أن السياق التاريخي ظالم لموريتانيا، بمعنى أن موريتانيا ما لم تستطع أن تنظم هذه القمة إلا في هذه الظرفية الصعبة التي لا يمكن لدولة كانت من دول الهامش بالطرح التقليدي الكلاسيكي العربي أن تجمع العرب على اتفاق هو بعيد بالسياق الزمني والاستراتيجي والسياسي؟ نعم، أنا أعتقد أن التحديات، تكلمني عن التحديات، التحديات التي تواجه القمة تحديات يتم تعظيمها من قبل، تحديات بسيطة جدا، لكن أعتقد أن التحديات في موريتانيا ستتحول إلى عوامل نجاح بحكم أن موريتانيا تستضيف القمة لأول مرة، بحكم أن موريتانيا لديها موقف متقدم بمستوى الدول علاقات عربية، بحكم أن المعارضة الموريتانية تفهمت الموقف، وبالتالي تعاملها من خلال ما يكتب الصحافة، من خلال بياناتها، من خلال خرجاتها الإعلامية، أنها تتمنى النجاح، كانت بالحقيقة ناضجة نقولها من هذا النظام، وبالتالي نظرت للقمة العربية باعتبارها اختبار، وأن النجاح ليس للنظام وإنما ليس وإنما للشعوب. أقل من دقيقة، أهم التحديات تواجه موريتانيا من رؤيتك؟ أعتقد أن التحديات إن شاء الله تعالى سيتغلب عليها على كل حال، لأن رئيس الجمهورية قال أكبر تحدي كان هل موريتانيا قادرة لوجستيا على استضافة القمة، قال سنستضيفها بالمتاح، لا نستطيع أن نكلف أنفسنا فوق طاقتنا، ولكن مع ذلك سنستضيفهم بالمتاح، مع أن موريتانيا تجربة، موريتانيا ترأست كذلك اتحاد الدول اتحاد الإفريقي والدول الأفارقة أكثر من الدول العربية، لكن لم نستضيفهم في صحيح صحيح صحيح، ولكن استضفناهم في مؤتمرات دولية كبيرة حضرتها يعني قيمة دولية حدثت هنا في مابشط. إذن فنحن لدينا تجربة وبإذن الله تعالى ستنجح هذه القمة، النجاح تمام ستنجح بحول الله. شاكركم جزيل الشكر، سوها سيكون إن شاء الله عنوان إن شاء الله. شاكركم جزيل الشكر دكتور سلم الطالب العبيدي الباحث الإسلامي والأستاذ في جامعة العيون، شكرا جزيلا لكم. شكرا لك. والدكتور شيخ أحمد الداده باحث في تاريخ المعاصر، شكرا جزيلا لكم. الشكر موصول لكم مشاهدي الكرام ولمخرجي الحلقة ومهندس الصوت، في أمان الله. شكرا.